السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في النشرة الرياضية تدخل فرق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم محطة جديدة من سباق الدوري بانطلاقة الجولة الثالثة وذلك بإقامة مبارتين إذ يلتقي الرفاع مع الحالة عند الساعة السادسة مساء على استاد البحرين الوطني فيما يلتقي في الوقت ذاته فريق البسيتين والأهلي على استاد مدينة خليفة الرياضي